أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يواصل متظاهرو العراق احتجاجاتهم السلمية المطالبة بإسقاط العملية السياسية رغم عمليات القمع والتنكيل الحكومي، في حين تحرص الأحزاب الحاكمة على استغلال أي فرصة للالتفاف على تظاهرات العراقيين المطالبة بإسقاط النظام، والتي خرجت اليوم بمليونية في بغداد وكذلك داعمة لها في المحافظات العراقية المطالبة بإسقاط رموز العملية السياسية والنظام السياسي الذي جاء به الاحتلال من بعد العام 2003 ولم يحقق في العراق إلا الخراب والدمار. نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. أيضا سينضم إلينا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات السيد علي عزيز، وأيضا الناشط في التظاهرات الأستاذ باسم الحارث. إذا مشاهدينا الكرام نبدأ هذه التغطية بعد فاصل قصير، كونوا معنا. أبدأ هذه التغطية بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، كيف تابعت التظاهرات المليونية في بغداد اليوم؟ يعني حقيقة دعا المتظاهرون إلى مليونية بعد 100 يوم من التظاهرات. كان البعض يتوقع بأن التظاهرات بدأت بالتلاشي بعد الأحداث التي حصلت في العراق، لكن أثبتت قيادة التظاهرات بأنها على وعي تام لما يجري، وأثبتت أنها على كفاءة قيادية عالية، استطاعت أن تحشد الشعب العراقي في مثل هذا اليوم لمليونية. كان الكثير يتربص سوءا بالتظاهرات، اليوم المليونية هي أكبر تظاهرة حصلت في العراق منذ 100 يوم إلى الآن، وهذا هو تحدي. وقد وصلت رسالة الشعب العراقي للحكومة ولجميع المؤسسات الدولية وللعالم من خلال هذه التظاهرات، لأن كان يراد لها سوءا، وقد قيل بأن كل ما جرى هو استهداف للتظاهرات. أنا أقول كالآتي، أن أحد أسباب هذا الزيادة في الزخم الجماهيري هو نوع المطالب التي خرج منها المتظاهرون. المتظاهرون لن يخرجوا لمطالب لا فئوية ولا إدارية ولا شخصية، خرجوا بمطالب وطنية. المطالب الوطنية كل ما جرى من أحداث في الأسبوع الماضي سنعلق عليه لاحقا، كل ما جرى هو لا يضرها، هو يثبت صحة ما قالته قيادة التظاهرات وما طالب به الشعب العراقي. التدخل الخارجي، الحرب بالوكالة، الهيمنة الطائفية، الولاء للقوى الخارجية، غياب مؤسسات الدولة، فشل العملية السياسية، كل ما قالته هو على العكس. فلهذا السبب كل ما كانوا يمكرون بهذه التظاهرات انقلب عليهم وانقلب السحر على الساحر. هذا الإصرار من قبل العراقيين، من قبل ثورة تشرين على المضي بهذه الثورة بالملايين أمام العالم، يعد أكبر دليل ربما أمام العالم على رفضهم لرموز العملية السياسية ولما جاءت به العملية السياسية من مخرجات. بالتأكيد الشعب العراقي خرج يريد وطن، ما خرج يريد وظيفة، ولا خرج ضد شخص كما يصور البعض أنه خرجوا ضد مثل سيد عادل عبد المهدي أو ضد فلان أو ضد فلان. هم خرجوا يريدوا وطن، ومجموعة والعملية السياسية التي جاء بها الاحتلال والقائمين عليها الآن جميعهم فشلوا. فإذا ما يخرج شعب من أجل وطن، فكل ما يحصل وكل ما حصل هو يخدم الشعب العراقي ويخدم أهداف هذه التظاهرات. نعم، أرحب بالناشط في التظاهرات السيد علي عزيز، ينضم معنا من بغداد عبر الهاتف. مرحبا بك سيد علي. أهلا وسهلا، هلا ومرحبا سيد علي. يعني كيف تصف لنا التظاهرات المليونية في بغداد اليوم وإصرار المتظاهرين على المضي بثورتهم من أجل إسقاط النظام السياسي الحالي؟ الحمد لله والشكر. المظاهرات المليونية طبعا فاجأتنا إنه بصراحة، يعني نحن كمنظمين تفاجئنا بهذه الأعداد. عندك اليوم أنت شارع السعدون ممتلئ بالمتظاهرين عن بكرة أبيه، وصولا إلى ساحة التحرير حديقة الأمة، نزولا عند ساحة الطيران من جهة الخط السريع محمد القاسم، وإذا ذهبنا باتجاه جسر السنك وصولا إلى ساحة الخلاني
يعني لو تكون على مكان مرتفع وتشاهد فما راح تشاهد غير الرؤوس الكتل البشرية. الحمد لله انتفاضة مليونية من مختلف أطياف الشعب العراقي، عادت لنا العوائل هذا اليوم، عادت لنا الطبقة المثقفة، عادوا الفنانين، الممثلين، الكتاب، يعني اليوم انتفاضة، اليوم عرس، اليوم الشعب العراقي بصوت واحد حادر أوصل رسالة إلى عصابات المنطقة الخضراء بأنهم حان وقت رحيلكم. وهم يعرفون أستاذ علي يعني في الموجودين في المنطقة الخضراء أساسا هم يعني على معرفة ودراية جيدة بأن كل الشعب العراقي هو رافض لوجودهم، والدليل أن حتى الانتخابات يعني مزورة ولم يشارك فيها العراقيون بل رفضها العراقيون بالكامل، ونتائج هذه الانتخابات انعكست بالتالي على الواقع. بالتالي الآن هذه المخرجات المفروضة شعبيا هم على دراية بأن الشعب يرفضها تماما، ولكن يعني أمام العالم المجتمع الدولي الآن ومناصرة الثورة ونظرة إلى هذه الثورة السلمية المطالبة بالتغيير وإسقاط النظام السياسي، كيف تجد التفاعل الدولي مع هذه المليونية؟ ليس بالسهل أن يخرج الملايين من الناس العراقيين من الشباب العراقي المطالب بإسقاط نظام سياسي فاسد. نعم طبعا، بالمناسبة هنا أود أن أشير وأبين لحضراتكم أن هذه المليونية لم تقتصر على بغداد فقط، وإنما الأعداد المليونية في مختلف المحافظات من الفرات الأوسط والجنوب، خصوصا عندك يعني هي عشتار الثورة، احنا أطلقنا هذا المسمى على محافظة بابل. نعم. اليوم لو تشوف الملايين الجماهيرية في بابل، لو تشوفها في كربلاء والنجف والناصرية والبصرة كذلك، البصرة الآن قوات الأمن يعني عبثا تحاول منع المتظاهرين المنتفضين من التجمهر والتجمع، لكن هيهات الآن الطرق تمتلئ بالجماهير في محافظة البصرة. نحن أوصلنا الرسالة إلى المجتمع الدولي، نحن انتفضنا كشعب منتفض ضد سلطة قمعية تتكون من أحزاب فاسدة، لكن يبدو أننا الآن سنغير نهجنا، سنتعامل مع هذه السلطة القمعية كأنهم لصوص يسرقون بلدي ويسرقون بيتي، نحذرهم هذه المرة سنعاملكم كلصوص لطردكم. انتبهوا، الموضوع قد وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم. اليوم الشعب قال كلمته، لديكم ما لديكم من أسلحة، لديكم ما لديكم من ميليشيات، نحن لدينا ما لدينا من قوة الكلمة ومن الجموع البشرية، أنتم لصوص سرقتم العراق، اخرجوا وغادروا فورا، فإن من حقنا أن نطردكم الآن من بيتنا الكبير، اخرجوا خلاص انتهى الموضوع. هذا الوصف من السيد علي عزيز أستاذ حسين السبعاوي، تغيير نهج المتظاهرين، وهو طبعا هناك تسارع بالتطورات وأحداث ثورة تشرين التي ابتدأت بمطالب معينة وتطورت إلى أن أصبحت إسقاط النظام السياسي بعد أن قتل 1000 من المتظاهرين السلميين وجرح عشرات الألوف. يعني المتظاهرون يعني يعتبرون هؤلاء لصوص ولا يغيرون نظرتهم أبدا، وهم مصرون على المضي بهذه الثورة حتى تحقيق المطالب. ولكن أستاذ حسين، أشيع في الأيام الماضية يعني فيما جرى من أحداث قبل أيام على أن هذه الأحداث بالتالي سيكون هناك وقع سلبي وتأثير سلبي لهذه الأحداث على ثورة تشرين، مما يؤدي إلى تلاشي مطالبها. إلى أي مدى ترى هذه التوقعات كانت صحيحة؟ يعني في حين أن المتظاهرين هم مصرون على المضي بهذه التظاهرات. يعني أولا أنا قبل هذا اللقاء منذ يعني بداية الأحداث اللي مضت في الأسبوع الماضي، أنا قلت جميع هذه الأحداث هي تخدم أهداف التظاهرات. نعم. وتثبت صحة أهداف هذه التظاهرات ولتحقيق مطالبهم. المتظاهرون مصرون على هذا الطلب لأنه مطلب وطني كما قلت، وليس مطلب فئوي ولا شخصي ولا كل شيء. نعم. اليوم التظاهرات حققت أهداف كثيرة جدا، منها أهداف سياسية. من هذه الأهداف السياسية أنه كان المجتمع الدولي ينظر على هذه الحكومة إلى أنها حكومة ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب ومقبولة من قبل هذا الشعب. واليوم هؤلاء المتظاهرين أثبتوا للعالم جميعا أن هذه الحكومة هي مجموعة لصوص لها ولاءات خارجية أكثر من ولاءها الوطني.
تدير حرب بالوكالة نيابة عن القوى الدولية على أراضي العراق وهي تعتبر خيانة عظمى، تقبل بتدخل وترفض تدخل آخر، هناك ازدواجية في التعامل، هناك طائفية في التعامل مع بلد متعدد المكونات والطوائف والمذاهب. كل هذا المشهد الذي كان يصدر إلى الخارج على أنها حكومة ديمقراطية بنظام برلماني، تبين العكس، أن هذه الحكومة هي حكومة قمعية قتلت متظاهرين سلميين، قتلت ما يقارب 1000 مواطن، جرحت عشرات الآلاف، اعتقلت عشرات الآلاف. ثم ظهور هذه الجثث المجهولة أثناء هذه التظاهرات تثبت أن هذا النظام إجرامي طائفي مقيت. أثبتت أنه التدخل الإيراني له هيمنة سابقاً، يقولون لا يوجد تدخل ولا نقبل موضوع السيادة وإلى آخره، موضوع السيادة خط أحمر. تبين أنه إيران تدير الشأن العراقي بالكامل. سنتحدث عن موضوع السيادة، السيادة أمر مهم. نعم، فإذن إذن هذه التظاهرات حققت هذا الهدف السياسي. أما الهدف الاجتماعي الذي قليل من يتكلم عليه إلا من هذا خلال هذا المنبر، يبدأ أقوله أنه حققت وحدة وطنية وعادة اللحمة الوطنية العراقية ذات البلد المتعدد المكونات. كان يراد إشعال هذا البلد بالطائفية، بالقتل على الهوية. اليوم أنت تدخل إلى ساحة التحرير، لا أحد يسألك أنت كردي، عربي، سني، شيعي، مسلم، مسيحي، ما أحد يسألك. هذا هدف، هذا هدف، وهذه غاية كانوا يريدها العراقيين ويتمنونها. في أنه حتى البعض وصل من حالة اليأس والإحباط، قال أن هذه الأمور لن تعود بعد إلى العراق، لكن بفضل هؤلاء المتظاهرين وبفضل الدماء الشهداء التي سقطت من أجل هذه الأهداف، حقيقة تحقق هذا الهدف. وأنا أعتبر هذا الهدف هو أفضل هدف سياسي. اللافت في الأمر أن التظاهرات ثورة تشرين يعني حققت الكثير وقدمت الكثير من القيم الوطنية التي يعني انبهر لها العالم، يعني من هذه التضحية وهذا الإصرار على تحقيق الأهداف، حتى أن يعني العالم تفاعل بشكل كبير مع هذه الثورة، ثورة تشرين. بالعودة إليك أستاذ علي عزيز، يعني الآن خطبة المرجعية كيف يعني تابعها المتظاهرون والمرجعية على علم وممثلها أيضا بهذه المليونية التي خرجت إصرارا على إسقاط النظام الفاسد، كيف تابع المتظاهرون هذه الخطبة اليوم الجمعة؟ والله اليوم يعني خلي أكون واضح للجميع، اليوم المتظاهرين تركيزهم فقط هو على المظاهرات المليونية في بغداد وباقي المحافظات، غير هذا الشيء ليس لدينا تركيز عن أي جهة أخرى بتاتا نهائيا. تركنا بيوتنا، تركنا عوائلنا منذ منتصف ليل أمس، ودعينا الناس وجمهرنا الناس، وحتى بسيارات شخصية صرنا وبتنا ننقل الناس من كل مناطقنا إلى تحت التحرير وباقي المحافظات. فلذلك اليوم احنا تركيزنا على الانتفاضة المليونية، هذه الانتفاضة الذين راهنوا يعني السلطات الحاكمة راهنت انه بمرور الوقت ونزول البرد والأمطار بأنه الناس سوف تمل وتكيل وتعود إلى منازلها، لكن خاب ظنهم. اليوم الشعب العراقي رغم برودة الطقس ورغم المناخ الغير معتدل عندنا حاليا، وتعرفون شهر الواحد ببغداد يكون شديد البرد يعني عندنا، اليوم احنا ليلة امس طبعا واجهنا نقص عندنا بالأغطية، نقص بالأفرشة، فلذلك الحمد لله والشكر، بحيث تخيل وصلنا مرحلة الآن ننادي على بعض الناس صارت المصحة نقولها يعني من بعد الآن بعد الساعة الرابعة عصرا اللي يريد يجي ساعة التقرير خلي أجلها لبكرة، لأنه انترفت الساحة بعد ما عدنا يعني موضع قدم ما عد. فلذلك احنا اليوم فرحانين جدا بهذه المليونية، وانتم كذلك العراقيين المغتربين العايشين خارج العراق اللي اضطريتوا تغادرون هذا البلد بسبب بطش وفتك احزاب السلطة القمعية الفاسدة بكل الابناء، بكل ابناء العراق بمختلف طوائفهم، ان شاء الله راح نبدلكم السلسلة البشرية وين ما تكونون حتى تعودون جميعكم معززين مكرمين لهذا البلد، وسوف نطرد احزاب السلطة الفاسدة، احزاب السلطة القمعية، وسوف تنتفق من جديد هذه الأيقونة الجميلة، أيقونة العراق، أيقونة الحضارات، هي ثورتنا، انتفاضتنا. اليوم احنا انتصرنا، صدقوني صدانا في هذا اليوم وصل للعالم كله، وصل لكل قادة الميليشيات، قادة الأحزاب. أنا أتصور أنهم من الآن بلشوا أنهم يفكرون جديا بالخروج من العراق، لأنهم علموا أن أهل العراق لا يمكنهم السكوت على الباطل مهما طال الزمن.
المتظاهرون إذن، شكرا أستاذ علي، المتظاهرون يعني يهمهم في الأمر تغيير الواقع ولا يهمهم أي توجهات أو أي جهات يعني ربما هي مستفيدة أو غير مستفيدة، المهم أنهم يحققون هدفهم بإسقاط النظام السياسي وسلطة الأحزاب الفاسدة. طبعا المتظاهرون يواجهون صعوبة الشتاء، هناك ظروف صعبة، يعني الأمر ليس بالسهل وليس بالهين، هناك ظرف صعب موجود داخل العراق وسط القمع، وسط الاعتقال، وسط الخطف وعمليات الاغتيالات وهذا التضييق الحكومي، هناك أيضا طقس قاسي في فصل الشتاء. كيف تراقب يعني هذه الأجواء المحيطة كلها مع الأطراف التي تعمل على مسك العصا من الوسط؟ يعني شوف، أو يعني بس تعليقا على موضوع الخطبة والمرجعية اليوم فعلا يعني تكلم الأستاذ علي عزيز على طبعا هو هذا الموضوع، موضوع أنه جهات هناك يعني تحاول مسك العصا من الوسط، هو ما أقصده عن المرجعية. نعم. اليوم الشعب العراقي بالنسبة لساحة التحرير أنا واثق أن أغلبهم لم يستمع إلى الخطبة. سبب لماذا؟ لأنه المتظاهرون خرجوا إلى أن يريدوا حكومة مدنية، لم يريدوا نظاما ثيوقراطيا ولا يريدوا نظاما كهنوتيا. ماذا تقول المرجعية؟ أو مع احترامنا لجميع المرجعيات الدينية في العراق، العراق بلد متعدد له عدة مرجعيات دينية، الشعب العراقي يحترم المرجعيات عندما تكون ضمن مهامها وضمن اختصاصها وضمن أدائها، لكن اليوم في التظاهرات يعني صدق الأستاذ علي عزيز أنه لم يستمع أحد إلى الخطبة. يعني لماذا لم يستمعوا؟ هل هم متعمدون؟ لأنهم خرجوا يريدون حكومة مدنية، يريدون وطن، لا يريدون خطبة، لا يريدون فقط رجال دين، رجال دين في مكانهم والساسة في مكانهم. الوطن اليوم مسلوب رايح، يعني يريدون نظام يعني حديث معاصر يخدم الشعب العراقي، لا يريدون نظاما ثيوقراطيا مع العصور الوسطى أو نظاما شبيه بالنظام الإيراني. اليوم النظام الإيراني فشل داخل إيران وقد خرج الشعب الإيراني على هذا النظام. طيب، كيف لنا كشعب عراقي أن نتقبل هذا النظام وتصديره إلى الشعب العراقي؟ بس تابعت إذا تسمح لي. نعم، اليوم الخطبة المرجعية اللي أنا كباحث وكمحلل أقرأ الخطبة، لحد هذه اللحظة المرجعية لم تحمل الحكومة مسؤولية ما يجري، وتعتبر الشعب طرف والحكومة طرف، متساوين في المطالب وفي الأداء. لا يمكن يا سيدي. هناك نقطة مهمة أود يعني أن أضيفها أستاذ حسين، المرجعية أرجعت التدخلات في شؤون البلاد إلى تفاقم المشاكل السياسية والأمنية، يعني هنا في هذه النقطة هي ترمي بالكرة إلى ملعب الثوار، إلى ملعب الشعب المنتفض، يعني ربما هي في هذه الحالة ربما تبرئ الحكومة من يعني كل ما يجري. يا سيدي، اليوم الهيمنة الإيرانية ليس بعد خروج المتظاهرين تدخلت، ولا الأمريكان بعد خروج المتظاهرين، المتظاهرين خرجوا رفضا للهيمنة الخارجية عموما، وكما يقول البلاني كلهم يعني كلهم بما فيهم إيران. اليوم المرجعية رادت أن تقول بأنه هذا التدخلات الخارجية بسبب تواجد المتظاهرين، والموضوع عكس، العكس هو الصحيح. اليوم المتظاهرين خرجوا رفضا للتدخل الخارجي، والمتظاهرين لاحظ لم يحددوا هذا مقبول وذاك مرفوض، على خلاف الحكومة. الحكومة عندما الولايات المتحدة استهدفت قاسم سليماني ومواقع الحشيد، طبعا قالت هذه سيادة عراقية وقدمت شكوى والبرلمان دعوا للاجتماع واخراج الطيب، هذا كله جيد إذا كنتم صادقين مع جميع القوات. طيب، لكن عندما إيران أطلقت صواريخها على المواقع الإيرانية هذا ردة فعل، وهذا وكأنه يبررون لإيران. ولولا الشعب العراقي بجميع أطرافه رفض هذا التدخل ما كان حتى وزارة الخارجية استدعت السفير وتكلمت، وطبعا حتى إذا استدعت يمكن ما حضر. قصدي أنه اليوم المواقف واحدة، الوطن واحد. اليوم أنت ما يصير ترفض تدخل وتقبل بتدخل آخر. ما يصير عندما يخرج المتظاهر تجعل هذا التظاهرات هي سبب التدخل منذ 2003. أين كنتم؟ اليوم جميع الحكومات التي تشكلت كانت برعاية السفير الإيراني، أين كنتم؟ لماذا لا تتكلمون؟ الميليشيات ولا أهل إيران وأنتم مرجعيات، لماذا تقبلون الولايات المتحدة وتدخلها وقواعدها؟ لماذا يعني سكتتم؟ من قال أنه لا يمكن مواجهة الأمريكان في 2003؟ أليس هذا تدخل بالاحتلال؟ الاحتلال شيء والتدخل شيء آخر، التدخل ممكن يكون سياسي. إذن القصة وما فيها أنه على المرجعية أن تنأى بنفسها وتأخذ دورها الطبيعي في إصلاح الناس والمجتمع والقضايا الفقهية الدينية في الصوم والصلاة وغيرها، وأن تترك الشعب العراقي يختار نظاما سياسيا مدنيا يصلح لهذا الشعب المتعدد المكونات والطوائف. أستاذ علي، هل الوقت الآن مناسب لتحقيق
كل أهداف ثورة تشرين المطالبة بسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب الفاسدة، هل ترون يعني سيد حسين سيد علي عفوا، هل ترون أن الظرف الآن مواتي ليكون ظرفا داعما لتظاهراتكم؟ نعم. بالنسبة للظرف، والله اليوم نتصور الظرف ملائم جدا، خصوصا بعد ان وصلنا رسالة المليونية بهذا اليوم الى العالم كله، اليوم نفض العالم، وخصوصا بعد التطورات المتسارعة اللي صارت على الساحة العراقية من احداث امريكية ايرانية، المفروض اليوم العالم كله يسمع هذا الصوت العراقي ولا يعد يسمع الى اي برلمان عراقي كونه يمثل الشعب. هذا البرلمان اليوم بمظاهرات مليونية، هذه هي عملية اسقاط لهذا النظام الذي النظام البرلماني العراقي، هذه هي عملية اسقاط له، خصوصا بعد يعني البرلمان بيكابر على البقاء اكثر وقت ممكن واكثر فترة ممكنة. اليوم العالم كله يجب ان يعي شيء واحد، اليوم اذا العالم يود ان يقيم علاقات مع العراق فعليه ان يخاطب ساحة التحرير، يخاطب جسر الجمهورية، لا يخاطب حكومة المنطقة الغبراء، ولا يخاطب البرلمان ولا البرلمانيين هؤلاء الذين يهتفون وحولوا البرلمان العراقي الى اشبه بالفكيه الذين اصبحوا ينادون فيها باسم سليمان. ويمكن شفت المسرحيات اللي صارت يعني بزعامه المهرج الاكبر اللي هو رئيس البرلمان الذي ما لبث ان يكون ايرانيا وما لبث ان يكون امريكيا، هذا المتلون. طبعا هم جميع على شاكلته، نحن الان كابناء العراق ابناء ساحه التحرير نخاطب العالم كله بسحب الاعتراف وسحب الشرعيه من هذه الحكومه، وخصوصا الجمعيه العامه للامم المتحده. طيب. سيد علي، سيد علي، هناك تهديدات من قائد شرطه واصلت تهديدات مباشره للمتظاهرين بالقتل، يعني هناك يعني خطر محدق، ربما تهديدات مباشرة، التظاهرات والمتظاهرين كيف تعاملوا مع هذه التهديدات؟ طبعا هو هذا الرجل الذي سمعناه يعني مع الأسف يرتدي الرتبة العسكرية، وبصراحة نحن طالبنا الحكومة يعني بملف هذا الشخص فنعلم هل هو خريج الكلية العسكرية العراقية أم هو من ضباط الدمج، من هو هذا الشخص؟ نحن لا نعرفه، هل هو؟ بصراحة نجهل حتى اسمه الثلاثي، لا نعرفه ولا نعرف من هو هذا الشخص. هذا الشخص الآن بكلامه وتهديده ووعيده هذا اليوم هو يسرع عملية محاسبته ومعاقبته من قبل الشعب العراقي إن شاء الله، بعد أن نسبق هذه العملية السياسية البغيضة الذي يعني شوف هذه العملية أنتجت أناس كشاكلتي، كشاكلة هذا الشخص. نحن يعني لا ابقى معنا أستاذ، ابقى معنا سيد علي عزيز لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالناشط في التظاهرات السيد باسم العاصي من بغداد. سيد باسم مرحبا بك. اهلا وسهلا بك اخي. سيد باسم، كيف يعني تنقل لنا الصوره المشهد في التظاهرات يعني ضد العمليه السياسيه والمطالبه باسقاط النظام وهذه الجموع المليونيه هناك؟ اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين والمستمعين الكرام جميعا. اهلا بك سيد باسم. طبعا عقبوا الاخوان قبلي بحديث كثير وشعبوا بامور تفاصيل ثانيه. الحقيقه من داخل ساحه التظاهرات انه احنا الوعي اللي عند المتظاهرين وعند الشباب ماكو استهداف. انا قبل شويه سمعت انه احد المتظاهرين صار بكلامه غير جيد لرئيس البرلمان او غيره، احنا هذه المسميات كلها ما صراحه. نعم استاذ، صوتي واضح؟ نعم اسمعك. الثوره اساسا ثوره تشرين، ثوره اصلاحيه، والاصلاح واضح. كل الرموز الموجوده بالعمليه السياسيه كشخوص ما تهمنا قيد شعره. الثوره شلون هسه احنا عندنا مثلا نريد نسوي البنى التحتيه شامله للعراق، هذه نفس الشيء. الثوره اول شرارتها كانت تنادي بعمل او وظيفه او غيرها. اليوم الثائر او الشاب العراقي صار طموحه اعلى. نعم طموح اعلى. سقف المطالب صارت عندنا اكثر. اليوم مو بس نريد وطن، لا احنا نريد وطن بمواصفات. نعم هذه المواصفات اول صفه اريدها في هذا الوطن هي استقلاليه تامه. الاستقلاليه التامه من اين؟ انا مو اليوم اكثف الكلام مالي تجاه ايران وغيرها. ايران
هناك أجندات ومصالح مشتركة تربط إيران بالعراق، بغض النظر عن هذه المصالح الموجودة والحدود العريضة بيناتنا والتاريخ اللي تقريبا التاريخ اللي نقول عليه التاريخ الأسود بيننا وبين إيران. احنا اليوم نترك إيران على جهة، لكن الثقافة الموجودة بالشارع اليوم بالتظاهرة تطلب من أمريكا، أمريكا نفسها، أمريكا دخلت تدخل تافه، قلت لك احنا قبل شوية نريد وطن، اليوم الوطن لا، نفسه يقول أمريكا دولة والعراق دولة، إيران دولة، كل من يتدخل في العراق عليه رفع يده من هذه العراق وعدم التجاوز على سيادة. اليوم احنا المتظاهرين الحمد لله والشكر من كنا نريد من الحكومة ونتمنى ونطمح ان تحققنا او تستفد اشياء بسيطة، اليوم لا، اليوم احنا نطالب بان يكون استقلالية واضح. الاستقلالية عن كل تدخل خارجي سواء كان ايراني او امريكي. كل التدخل مرفوض. اليوم صدقني نشوف المتظاهرين الشباب يتناقشون على موضوع معين انه انت لازم تنسلخ عن انتمائك الطائفي والعقائد سواء كنت شيعي سني من اي طائفه كنت. نعم. تنسلخ عن هذا الانتماء وتكون عراقي. وبالطبع هذه الثوره اثبتت للعالم اجمع بان العراقيين هم فوق الطائفيه وفوق كل الميول والاتجاهات التي جاء بها المحتل الامريكي وكذلك الحكومات التابعه له. شكرا لك سيد باسم العصي، ساعود اليك مره اخرى. سيد حسين، كيف تعلق على ما قاله الناشط باسم العصي؟ هم يريدون مواصفات وطن بمواصفات الاستقلاليه من كل تبعيه خارجيه. هذا المطلب هو مطلب يمثل الشعب العراقي، ليس مطلب يمثل المتظاهرين، لان انا اعتبر المتظاهرين يمثلون الشعب كاملا. ولهذا السبب زخمه التظاهرات واستمراريتها وواحدة من أسباب استمراريتها وزيادة الزخمة هي المطالب الوطنية. نعم. لو كانت غير ذلك لكان يضعف الزخم، تضعف يعني الاستهداف من خلال الاستهداف والأسلوب الأمني الذي اعتمدته الحكومة العراقية لكان تلاشت. هذه المطالب تمثل الشعب العراقي، والشعب العراقي متعطش لمثل هذه المطالب، لأنه بدون هذه المطالب فقدنا الوطن، نتحول إلى دولة كانتونات، نتحول إلى ملوك طوائف، وعادة ملوك الطوائف تتصارع سواء بصراعات أيديولوجية أو صراعات قومية وإلى آخره، وهكذا ينهى الوطن. وقد عانى الشعب العراقي من 2003 إلى الآن بسبب السياسات التي اعتمدت الطائفية والعرقية في أدائها. دفع الشعب العراقي مئات الآلاف إذا ما أقول مليون من الشهداء بسبب هذه السياسات العقيمة التي اعتمدها الاحتلال بأدواته. إلى الآن ترى أن الحكومات الحالية هي تلعب بهذه الورقة يعني وتضغط من أجل يعني إعادة تدوير هذه الأفكار الطائفية التي هي جاءت بهذا المشروع وهي موظفة لهذا المشروع الآن خلال هذه المرحلة، ما زالت وستستمر يعني جاهدة في إفشال هذه التظاهرات وعودة إلى الطائفية وإلى العرقية وإلى الحزبية المقيتة التي مزقت الشعب العراقي. هم يحاولون ولكن الشعب العراقي أصبح أوعى منهم بكثير. لاحظ حتى أدواتهم اللي يطرحونها أصبحت أدوات مرفوضة غير مقبولة. خطابهم اليوم الشعب العراقي ما يصنت عليهم، لأنه يدرك النتيجة من بداية الكلام، بينما خطاب المتظاهرين خطاب عالي المستوى متعطش له الشعب العراقي. فلهذا السبب اليوم تجد في التظاهرات ما تجد فئة الشباب فقط، مع احترامنا هو الأغلبية الشباب واللي قادة تظاهرات الشباب، لكن تجد الشيوخ، مو تجد متظاهرات فقط للرجال، تجد النساء. طيب. ما تجدها طبقة العمال لا تجدها العمال والمثقفين والطلبة والأساتذة. إذن هي جامعة شاملة للشعب العراقي وتطالب باسم الشعب العراقي، والشعب العراقي هو الساند لها وهي ويدعمها في هذه التظاهرات لتحقيق مطالب. ابقى معي أستاذ حسين، سأعود إليك. بالعودة إليك سيد باسم العاصي، يعني الآن المتظاهرون مصرون على تحقيق مطالب الثورة من خلال هذه المليونية، وربما هناك مليونيات أخرى ستتبعها من أجل تحقيق هذا المطلب، مطلب إسقاط النظام الذي أثبت أمام نفسه وأمام العراقيين وأمام العالم أنه ليس بحريص على أرواح العراقيين ولا حتى على سيادة العراق ولا حتى على كرامة العراقيين. يعني من خلال وجودكم ضمن صفوف هذه التظاهرات
كيف تصف لنا مدى إصرار المتظاهرين والثوار على تحقيق مطالبهم حتى اللحظة؟ طبعا بارك الله بك على هذا السؤال فعلا. الله يحفظك. بالنسبة لاستمرارية التظاهرة، استمرارية التظاهرة جاءت من انعدام الثقة، مو قلة، انعدام الثقة ما بين المواطن والحكومة. طبعا بصراحة لأن قلت لك يعني سقف المطالب صار أوسع حاليا، حتى الأمريكان هددوا الشعب، مو هددوا الحكومة، هددوا الشعب بالحصار. اليوم أنا لو كان عندي مقاطع فيديو لبعض الشباب اللي أعمارهم 15 إلى 20 سنة وشوفهم شلون يتناقشون بالحصار وكأنه عاش الحصار الماضي. يعني يقول لك هو النظام السابق، يعني هو ما حصر النظام السابق حكومة صدام حسين أو غيره، لا حصر الشعب. طيب. الشعب سيد علي، إذا سمحت لي، هناك يعني خبر عاجل، قوة كبيرة من الجيش الحكومي والميليشيات تنفذ عمليات دهم وتفتيش في مناطق الطارمية شمال بغداد. هناك تحول ربما في الاستراتيجيات أو في الخطط، يعني هل تتوقع ربما أن يكون هناك يعني إشاعة خبر أن إرهابيين موجودين في مناطق معينة، في مناطق بعينها، من أجل إعادة تدوير فكرة أو التخويف الطائفي، بالتالي يعني محاولة إفشال هذه التظاهرات التي أسقطت صنم الطائفية؟ نعم أسمعك سيد علي. طبعا أكيد هاي أوراق تلعبها الحكومة وتلعب هذه التنظيمات في سبيل خلط الأوراق، سبيل أنه الإخوان، وإحنا طبعا هذا ركزنا عليه من البداية، من التظاهرة في يوم 11 و 13 ركزنا على أمور معينة، طلبنا من الجمهور أنه عدم أطلاق حتى المسميات اللي جاي تسمى إلى جهة معينة، يصف هذا بشيء مخالف وذاك كذا، لأن هذه راح تكون سلبية على التظاهرات، راح تقلل الأعداد، راح تخلي خط بينك وبين المتظاهر الثاني من الطائفة الفلانية. فلذلك طلبنا دائما أنه عدم إطلاق مسميات على جهات معينة اللي انطلقت آخر خاص على منصات التواصل الاجتماعي، أنه هذا ذيل وهذا ابن الرفيقة وهذا كذا، حتى هذه المسميات واللي يسميها طبعا حاول خلط الأوراق، لأن مهما كان هذا عراق، سواء كان بعد او كان من طائفه معينه او يوال ضمن مذهبه امتداد معين، كل هنا عراق، ما طلبنا خلط الاوراق. هذا الموضوع اللي جاي، موضوع الطائف اكيد ورقه جدا مهمه تلعب عليها الانظمه في سبيل انه قتل التظاهر، سبيل خرق التظاهر، سبيل تفرقتهم وتشتتهم عن الهدف الرئيسي. طبعا الهدف الرئيسي واضح، وين في اتجاه هذا راح تلاقي العراق صعوبات. هذه العراق اكيد هي فعل فاعل من بينات الورقه الطائفيه، من بينات وسائل التواصل والتفصيل البحث انه عراق على انه راح ترفع هذا اليوم من بينات هلال المرجعيه، هلال المرجعيات، لا حرية الدين، حرية التعبير عن الرأي موجود. طيب ابقى معي سيد علي عزيز لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. سيد باسم، يعني كيف تعلق على ما تحدث به سيد علي عزيز؟ يعني أيضا وجهة نظرك يعني أو كناشط في التظاهرات ومن خلال وجودك بين المتظاهرين، هل ترى أن الحكومة أو القوات الأمنية أو الأحزاب أو الميليشيات تحاول ربما إعادة تدوير فكرة الطائفية من خلال مداهمة مناطق بعينها لإيهام الناس بوجود إرهابيين أو من هذا القبيل؟ سيد باسم تسمعوني؟ فقدنا الاتصال بسيد باسم العاصي للأسف. إليك أستاذ حسين السبعاوي، هذه المداهمات الآن في مناطق الطارمية، في هذا التوقيت كيف تنظر إليها؟ خلط الأوراق بس أيضا هي فاشلة، لن تحقق أهداف الحكومة منها. هم يريدون يخلط الأوراق أو منطقة الطارمية، يريدون يجعلوها كما هي منطقة جرف الصخر. كما تعلم فقط أن المشروع في العراق هو مشروع تغيير ديموغرافي. نعم. يعرفون أنه منطقة الطارمية من مكون واحد،
يراد لها أن تكون كما هو في جنوب بغداد ومنطقة جرف الصخر. هذه المشاريع بعد ما عادت مقبولة لدى الشعب العراقي وخاصة لدى المكون الشيعي يرفضها قبل المكون السني لهم. اليوم أنه الشعب العراقي يريد وحدة وطنية، هذه الأساليب الحكومة ستستمر عليها ما لم يسقطها المتظاهرين ويأتوا بنظاما وطنيا جديد يحترم المواطن، والمواطن ينال حقه بغض النظر عن قوميته ومذهبه ودينه وانتمائه سواء السياسي أم الفكري أم الديني. لهذا أنا أقول أن الحكومة ستبقى تستمر بهذا النهج ما لم يسقطها المتظاهرين، والمتظاهرين سيسقطوها بزيادة الزخم وبالثبات في ساحات التحرير وفي ساحات التظاهر. آنذاك سيحرج المجتمع الدولي ويبدأ الدعم لهؤلاء المتظاهرين واستبدال هذا النظام، وإلا الشعب العراقي سيبقى يعاني من هذه الطائفية المقيتة ومن هذه الميليشيات التي تسعى أو تتبنى مشروعا إيرانيا لتغيير الديمغرافي. الحقيقة أنه ليس الشعب العراقي هو يطالب بتغيير الديمغرافي، ماكو شعب يطالب بتغيير نفسه. اليوم من حق الشعب العراقي أن يسكن، المواطن العراقي أن يسكن في أي مكان سواء في الشمال بالجنوب أي مكان، لكن هذا هو مشروع إيراني تتولاه الحكومة. وبالمناسبة أيضا أقول أن وجودهم في السلطة هو مقابل تحقيق هذا المشروع، لو لم يتبنوا هذا المشروع لكان أزاحته، لأنه العامل الخارجي وتحديدا إيران هي التي تنصب الحكومة، ولا يمكن أن تكون حكومة بعد 2004 أو 2005 بدون رضا إيران. فإذا هو مشروع متكامل لكن هو أصل مشروع خارجي. نعم سأعود إليك. بالعودة إليك سيد باسم العاصي، تسمعوني الآن؟ أسمعك. سيد باسم، يعني هل نستطيع القول أن شوكة الأحزاب والميليشيات الذين قاموا بقتل المتظاهرين السلميين المطالبين بحياة كريمة في العراق، المطالبين بإسقاط النظام الفاسد، المطالبين بإرجاع الأموال التي نهبت من العراق، هل نستطيع القول أن شوكتهم قد كسرت بعد مضي أكثر من شهرين أو أكثر من 100 يوم؟ أكثر من 100 يوم عفوا. نعم، بالنسبة للأخ العزيز معاك، أعتقد هو صار واعد الشعب العراقي أن هو المشروع مشترك، مشروع أمريكي إيراني. نعم. وصراحة قلت لك احنا فاقدين الثقة بالطرفين، يعني امريكا في 8 سنوات، ايران حرب مع ايران 8 سنوات، لم تحتل ايران ولو شبر واحد من الاراضي العراقية، حينما اسقطت النظام امريكا، اسقطت النظام صدام حسين، فتحت الحدود الى ايران، اذا هناك اتفاق، يعني هذا واضح. نعم. لا تخلي ايران على جهة وامريكا تخليها وكأنما الملاك. امريكا نفسها هي اللي نحملها كامل المسؤولية، لأن هي احتلت العراق وفق مادة معينة مذكورة بالأمم المتحدة، هذه المادة تلزمها بالحفاظ على الأراضي العراقية ووحدتها، ونشهد أمريكا أنه ما وافقت على انفصال الإقليم لأنه تجينها المادة هذه. وفق هذه المادة احنا نحمل أمريكا كافة المسؤولية، كافة المسؤولية في صيانة الحدود، في غلق الحدود أمام الدول الأجنبية، في عدم فتح الحدود وخلق جو مناسب لأجندات تنفذها إيران، تنفذها الأدوات الثانية اللي موجودة. أخي العزيز، أمريكا وإيران جزء واحد، تدخل إيران عن أمريكا رجعان، هذا مخطط واضح. الشغلة الثانية بالنسبة للأجندات، أجندات اللي تشتغل على النغمة الطائفية أو تعزف على الوتر الطائفي. نعم، هذا الموضوع أيضا مهم، يعني أردت أن أسألك فيه. نعم، التظاهرات، انت لو تسجل التظاهرات، بودقه منطهره في كل مكونات الشعب العراقي، هذه ورقه محروقه تلعبها الحكومه او تلعبها ميليشيات، ورقه محروقه ومفرغ منها تماما. الشعب يعي ما يريد، والشعب محدد اهداف معينه، ونحن في اتجاه هذه الاهداف. كنا كان قبل شويه لدينا صعوبات، لدينا امور ثانيه تضحى الحكومه او تضحى اطراف ثانيه وثالثه كما يطلق عليها، لكن الهدف واحد هو اصلاح النظام وبناء عراق جديد يتمتع بشخصيه ويتمتع باستقلاليه تامه، لا تنفيذ لاجنده فلان ولا تنفيذ لاجنده عدان. احنا بصراحه نحمل امريكا وفاقدين الثقه بامريكا مثل ما فقدنا الثقه بحكومتنا، هذه حقيقه يعني. والطرف اللي هم مسؤوليات كبيره ما تحملوها، وشاهدنا كثير من الادله والامثله اللي هذه. اليوم الوعي الشعب العراقي تحت التحرير وكل ساحات التظاهر
الحمد لله الطائفيين قتلت تماما مهما يكون محاولة إعادة الحياة بس الروح فيها، لكن انقتلت تماما، نقول عليها ميتة، مو سريريا ميتة، وإلى مصير إن شاء الله. بقت الهوية الوطنية، الهوية الوطنية، واليوم الفرق بين كالفرق بين العاقل والمجنون. العاقل من ينادي بالإصلاح وقرار طموح ذات شخصية وإستقلالية، والمجنون الذي ينعق في غير هذا الاتجاه. هذا الفرق بين العراق ويتبع على أجندات واتجاهات ثانية. شكرا لك سيد باسم العاصي الناشط في تظاهرات على وجودك معنا في هذه التغطية. سيد علي عزيز، يعني هناك أيضا عودة لمحاولات اغتيال مثقفين عراقيين وناشطين مؤيدين للتظاهرات وكذلك ناشطين فيها، كيف ينظر المتظاهرون إلى هذه المحاولات، محاولات الاغتيال أو إلى عمليات الاغتيال التي حصلت فعلا في سبيل محاولات وأد هذه التظاهرات، ولن يستطيعوا فعل ذلك، لن يستطيعوا وأدها بالفعل؟ نعم طبعا، هي حلقة من ضمن حلقات هذا المسلسل، مسلسل الأحزاب السلطوية، اللي طبعا هم نهائيا يعني ما قصروا بهذا الشيء. احنا يعني إذا نرجع إلى 21 والقناصين اللي جرعوهم أعلى أسطح البنايات، يمكن نكون قد ظلمنا شهداء من الأبطال. إحنا المفروض نرجع إلى بداية الاحتلال، بداية 2003 وعصابات الموت التي شكلوها، والمجاميع الخاصة، مجاميع القتل والخطف والتزكير والسلب والنهب والمساومات حينما كانوا يخطفون أبناء العراق عصاباتهم. فهذا الشيء هذا تعتبر من شيمهم. هذا هم الآن هم يمكن يفتخرون بكونهم يعني صوروا فد عمل بطولي لهم هذا لإسكاتنا. طبعا بعدنا اتهمونا بشتى التهم، اتهمونا باننا في سفارات، اتهمونا باننا جوكر. هذه الاحزاب المقامره، هاي الاحزاب احزاب القمار والفساد، يعني كلها المصطلحات. شوف الجوكر اللي هي الورقه الرابحه بورق اللعب، اتهمونا احنا في حين هم الجوكر، هم اللي يوم يكونون مع السفاره الامريكيه، ويوم مع الايرانيه، ويوم مع السعوديه، ويوم مع التركيه، ويوم مع البريطانيه، يتهمون ان هذه التهم بانه هم اليوم يشعرون بالنقص. هذا النقص يردوا يعكسوا علينا. موضوع القتل والاغتيال، احنا الان قدمنا ما يزيد عن ال 65 ناشط وناشط ميداني ما بين قتيل وما بين مخطوف. هذا من قام بها؟ قامت بها ميليشياتهم، ميليشيات الاحزاب الحاكمه، ميليشيات وعصابات المنطقه الخضراء. لا يوجد طرف اخير. شكرا لك. الطرف الثالث هي الدوله. شكرا لك سيد علي عزيز الناشط في التظاهرات، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه التغذية. سيد حسين، يعني عودة محاولات الاغتيالات للناشطين للمثقفين العراقيين من جديد، كيف تنظر إليها في هذا التوقيت في خضم ما يشهده العراق والمنطقة من أحداث، من عمليات قصف متبادل، سواء كان قصف أمريكي أو رد القصف الإيراني ضد القواعد العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية، في خضم كل هذه الأحداث محاولات اغتيال للناشطين وللمثقفين، كيف تنظر إليها؟ هل هي فرصة سانحة للميليشيات؟ يعني بس أعلق على كلام الأستاذ باسم عاصي عندما قال هي فقط، نحن نعلم وأنا أتفق معه بأنه ما كان لإيران أن تتدخل بشأن العراقي لولا أمريكا، وأنا لم أستثني أمريكا وكأنه نرفض تدخل إيراني ونقبل بالتدخل. لا، التدخل مرفوض من الجميع ومع وطن مستقل. هذا هو ذكر أن ذلك نعم. اتفاق نعم هو اتفاق ما كان أمريكي إيراني بالتأكيد. أنا معاه بهذا الأمر، لكن بس دا أوضح له. بالنسبة للاختيارات، الحل الأمني منذ بداية التظاهرات إلى الآن اعتمدت الحكومة العراقية وفشلت، بدأت تنتقي انتقاء. يعني كانت بالبداية أنه تعتمد على القتل المباشر لأي متظاهر، وراها ماذا بدأت؟ بدأت تقتل ناشطين مميزين أكاديميين مثقفين، بمعنى تقتل نخب لعلها تصطاد قيادة التظاهرات وتنهي هذه التظاهرات. عليها أن تعلم أن قيادة التظاهرات على وعي تام، وجميع ما تفعله وكل ما تفعله هو لن يزيد المتظاهرين إلا إصرارا. إذن على المطالب، رغم كل هذه الأمور، نعم، رغم كل محاولات الاغتيالات للناشطين والاعتقالات والخطف، لن يزيد ذلك إلا إصرارا. نعم، إلا إصرارا. نعم،
اسمح لي فقط اسمح ساعد عليك مرة أخرى. اسمح لي نرحب بالناشط في التظاهرات من بغداد السيد زيد الساعدي. سيد زيد مرحبا بك. أهلا وسهلا سيد زيد. هل تصف لنا بضيفك الكريم؟ حياك الله حياك الله. صف لنا التظاهرات المليونية اليوم المطالبة والمصرة على مطالبها بإسقاط النظام السياسي. طبعا السلام عليكم وعلى قناتكم وعلى ضيفكم وعلى كل المستمعين لكم في الوطن العربي وفي العراق وفي أرجاء العالم اللي يسمعوننا اليوم. طبعا التظاهرات تظاهرات حاشدة. الساحة مليئة بالمتظاهرين. كان يسبق هاي التظاهرات يعني بالأيام اللي فاتت القلائل كان العدد يعني ليس بكافي، يعني خلينا نقول نصف المتظاهرين في بداية الأمر. أما اليوم المتظاهرين كثيرين وحتى نظموا مسيرات يهتفون بها هتافات يعني يطالبون بها بالحقوق وثباتهم على أنه نحن ليس لنا علاقة بأي يعني بأي دعم خارجي. نعم. ولا نقبل الاحتلال. بالطبع هذه التظاهرات يعني ليس لها لكل لكل يعني لكل الدول سواء كانت الإقليمية. سيد زيد كيف كانت يعني كيف كانت ردة فعل المتظاهرين على ما جرى من انتهاك لسيادة العراق يعني من خلال القصف الإيراني أو الأمريكي؟ هذه بالنسبة لأمريكا وإيران يعني هم بيناتهم تصفية حسابات، كل من يريد يثبت عضلاته في المنطقة، لكنه الشعب العراقي مصمم على إخراج كل التدخلات الأجنبية سواء كانت أمريكية أو إيرانية. نحن نريد القرار يكون قرار عراقي ليس لنا لغير أو للدول الإقليمية أو الكبيرة ليس لها علاقة قرارنا العراقي. ونحن من بداية التظاهرات في 2011 نحن نطالب السلطة بالتغيير الجذري أو الالتفات إلى تشكيل مؤسسات وطنية ممكن أن تخدم البلد وتعيد بناها التحتية مثل ما كان بلد مرموق بين الدول الأخرى، لكنه للأسف السلطة الفاشلة أو النخبة السياسية الفاشلة. سيد زيد أخيراً يعني أخيراً يعني إذا سمحت لي، كيف تابع المتظاهرون خطبة المرجعية اليوم؟ والله أنا يعني أقول لك هو كانت تنتظر لكن تنتظر يعني الخطبة وما يتمخض عنها. طلعت الخطبة أنه أنطت الضوء الأخضر للمتظاهرين وحتى يعني وبخت الحكومة بأنه إذا يعني الآن لا تستمر هالشكل ولسنا مع التدخلات الأجنبية وعليهم أن يصغوا لمطالب الشعب. نشكرك شكرا جزيلا الناشط في التظاهرات، كنت معنا من بغداد السيد زيد الساعدي. في دقيقة واحدة كيف تعلق أستاذ حسين؟ يعني أنا أعتقد المتظاهرين مجمعين على عدم التدخل الخارجي من جميع الأطراف إيرانية أمريكية إقليمية دولية. ما حدث في الأيام الأخيرة رغم أنه إيران تتقن إدارة الأزمات إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة مقتل قاسم سليماني من ساعة القتل إلى ساعة الدفن. هل نستطيع القول أن المشروع الإيراني قد فشل في العراق؟ فشل فشلا ذريعا في إيران قبل ما يفشل في العراق، وقد فشل لدى الشيعة قبل أن يفشل لدى بعض السنة في العراق. نشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه التغطية للتظاهرات المليونية في العراق أستاذ حسين السبعاوي الباحث السياسي والكاتب العراقي ضيفي في الاستوديو، شكرا لك. ونشكر ضيوفي الكرام الناشطين السياسيين في التظاهرات من بغداد السيد علي عزيز والسيد باسم العاصي وكذلك السيد زيد الساعدي. شكرا لضيوفي الكرام وللناشطين في التظاهرات، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه التغطية، وإلى تغطيات لاحقة في أمان الله.